في حركة في صوت حركة برا البيت، فطلعت عشان أتأكد. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا أهل البيت ويا أهل المكان. في حركة بس مش داخل البيت. الكلاب ينبحن برا عالبيت، والحركة وحد يمشي كل برا عالبيت، أما داخل البيت ما في أي حركة، بالرغم إن تو واصل ودخلت، لكن ما في أي حركة داخل البيت، كل الأصوات والكلاب والحركة وحد يمشي، وهذا أحسبها إن داخل برا عالبيت بس. لكن بنشوف وبنتأكد أكثر وأكثر، يمكن هم طالعين برا عالبيت جالسين ويتمشون برا عالبيت ويلعبون برا عالبيت، ولا وش السالفة؟ طلعت من البيت، والسبب ان جات في سيارة وصلت للبيت ورجعت ريوس. سيارة انا ما عرفتها من المشكلة، ما فيها اخاف ان حد من الشباب ويسوي هالحركات ويجون يلبسوا لعبات امهم وعبات اختهم. نفس اخر مرة قبل كم فترة، يعني من فترة، قامرت ونفس الشيء، وروا بحصى كان